أهلا بكم أصدقائي، ونرحب بكم مجددا في هذه السلسلة من الفيديوهات التي نطرح من خلالها مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها بعض متعلمي اللغة الفرنسية. خطأ اليوم هو كيفية كتابة parce que، هذه الكلمة parce que، هناك من يكتبها بهذه الطريقة parce que ويضع عارضة ما بين parce و que، وكذلك هناك من يكتبها بهذه الطريقة parce que على شكل كلمة واحدة، وكذلك هناك من يكتبها متفرقة على شكل parce que. الطريقة الوحيدة لكتابة parce que في اللغة الفرنسية هي التي ترونها أمامكم هنا، أما باقي الكتابات فهي خاطئة تماما. وللتعرف أكثر على هذه الكلمة في اللغة الفرنسية، فهي عبارة عن une conjonction de subordination أو أداة ربط للتبعية. هذه الأداة تفيد السبب la cause، وهي تحمل معنى لأن، وغالبا ما تجيب عن سؤال pourquoi، لماذا. وكمثال Ali n'est pas venu à la fête parce que sa voiture était en panne، علي لم يأتي إلى الحفلة لأن سيارته كانت معطلة. هنا parce que لأن تفيد السبب. ويمكننا أن نطرح السؤال التالي pourquoi Ali n'est pas venu à la fête، pourquoi Ali n'est pas venu à la fête. الجواب parce que sa voiture était en panne. مثال آخر je prends mon parapluie parce qu'il pleut، je prends mon parapluie parce qu'il pleut. أخذت مظلتي لأنها parce qu'il لأنها تمطر. أتمنى أصدقائي أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وإلى الدرس القادم وإلى اللقاء.